دخلنا في البرنامج حوار ورسالة، هو التعتيم اللي موجود حاليا للأحداث اللي تجرى في مصر الآن. مش محدش فاهم حاجة، محدش عارف حاجة، مفيش تصريحات بتتقال من أعلى مستوى سواء كان سياسي أو عسكري أو حتى على الأقل حكومي يطلع يقول لنا إيه اللي بيحصل، من متهم، مش مين المتهم. كان في مثل مصري زمان بيتقال، مثل مصري كان بيقولوا أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. يعني هل كان في أنا وابن عمي على الغريب الأول وبعدين أنا وابن عمي حصل في خلافة بين أنا وأخويا على ابن عمي؟ طب دلوقتي ما ده سبب تورط مصريين في الحادث الأخير بتاع رفح، في مصريين هل أنا وأخويا على أخويا؟ يعني المثل حتى نفسه مش شغال، يعني مش هيشتغل. عايز أعيد لأذهان حضراتكم الأحداث اللي كانت بتمر بيها مصر زمان في السبعينات، ومصرع وزير الثقافة المصري في قبرص اللي هو كان علامة في تاريخ مصر في كتاباته وتعضيده للثورة المصرية ثورة 52، كان هو يوسف السباعي. قتل يوسف السباعي بعد 67 وبعد 73 وبعد الحرب مع إسرائيل بواسطة فلسطينيين. ايه هو الخلاف اللي حاصل وايه اللي خلى الاخوه يتحدوا على ابن العم او الاخوه يتحدوا على اخوه مخالفين لهم في الراي؟ تم التعتيم برضو تم التعتيم على هذا الموضوع، والى ان يمكن كان في بعض التصريحات وتم القبض على العناصر الفلسطينيه وايداعها السجن وفي مناقشات. الان وبعد هذا الحادث فوجئنا كلنا بشيل المخابرات. معانا على الهاتف الاول الاستاذ نادر شكري الصحفي والناشط السياسي. مساء الخير يا استاذ نادر. مساء النور يا سعاد، اهلا بيك. كنت بفكر الساده المشاهدين زمان باحداث مثل بسيط، انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. دلوقتي ان يعني في عناصر مصريه تورطت في حادث رفح، فهل انا واخويا على اخويا المثل كده يمشي؟ يعني المثل بالطريقه دي البلدي، هل ده يمشي ولا الموضوع مختلف تماما عن المطروح والمعلم عنه؟ حضرتك شايف موضوع رفح ازاي؟ يعني انا شايف انه موضوع رفح هو امر داخل في السياده المصريه وفكره الارتباط بحكم الاخوان اللي هم بيروا ان توليهم للحكم في مصر ليس مرتبط بفكره الحدود، حدود الوطن او الحدود الجغرافيه، ولكن هناك مشروع اكبر من هذا الاطار، هو مشروع الخلافه اللي بيطرحوه او بيحاولوا يسعوا اليه. وانا شايف انه التحول اللي حصل في اصول الحكم الاخوان لمصر يعني بيغير المثل اللي حضرتك قلت عليه، انه اصبح دلوقتي مفيش بقى انا واخويا على ابن عمي، ولكن دلوقتي هو فكره الانقلاب ما بين الاخوه من خلال السعي من اطار حركه حماس انها تسيطر على مصر، وفكره المشروع اللي مرتبط بفكره تحويل الفلسطينيين الى ارض سيناء. فده مشروع موجود فكره كمان انه مرتبط بسياسه خاطئه من محمد مرسي، اللي اصلا وجهت ليه رسائل من المخابرات انه يغلق الانفاق وان هناك خطر، ولكن هناك اتفاق مع او علاقه مرتبطه مع حماس. مرسي لم ينتبه الى هذا الامر، وبالتالي اعتقد انه حماس يعني الخيره وقعت فعلا في مستنقع المتشددين، وهم شايفين ان وصول الاخوان الحكم يعني ان هم اصبحوا جزء من هذا الارض، وهم جزء من المشروع الاسلامي، وبالتالي لديهم الحق في الدخول الى هذه الارض والسيطره عليه. تمام يا استاذ نادر. احنا يعني فكرت الناس المشاهدين مشاهدينا العظام
بحادث يوسف السباعي زمان، وان اللي اغتالوا كانوا فلسطينيين، بالرغم من ان مصر دخلت حروب كثيره مع اسرائيل وضحت بالكثير بالاقتصاد وضحت بالدم وضحت بالمكانه بتاعتها، لان كانت مكانتها الاقتصاديه والعالميه كانت قبل الحروب مع اسرائيل تختلف كثيرا بعد الحروب، ضحت بكل ده من اجل القضيه الفلسطينيه وكرامه الشعب الفلسطيني، الا ان الفلسطينيين في اول فرصه بيغتالوا وزير الثقافه المصري يوسف السباعي في قبرص. هل الايام دي بتعاد نفس الحواديت دي تاني؟ من الايام دي يا استاذ عادل والايام اللي قبل كده، يعني احنا معظم الحوادث اللي اتضربنا فيها في مصر سواء في دهب او في طابه او في 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 سينا فندق غزاله وغيره او في او في السيده عائشه كان عناصر فلسطينيه متورطه في هذه الاحداث. يعني احنا دائما نقدم الخير لفلسطين بداعي الاخوه وبداعي تعزيز المقاومه والانسانيه، ولا ناخذ الفلسطينيين غير الرد بالدم. دي مش أول مرة، ودائما لو تفتكر حضرتك أثناء ضرب غزة قيام إسرائيل وضرب غزة وتم فتح الحدود أو معابر للفلسطينيين ساعتها، الفلسطينيين في الوقت ده دخلوا اشتروا بعض البضائع من المصريين بمبالغ مزورة، وقاموا برفع الأعلام الفلسطينية على بعض المنشآت العامة، وتم دخول كميه من الاسلحه، وتم ضبط عدد من شحنات الاسلحه في بني سويف وغيره. وتصور طبعا من يوم الثوره والضربات والهجوم على خطوط الغاز وهجوم على معسكر الامن المركزي وهجوم على اسم العريش وغيره كلها وحتى وصولهم الى السويس كانت معاصي فلسطينيا. فتصور انه الامر لا يعيد نفسه وانه لم ينقطع، فهذا امر معتاد من الفلسطينيين اللي هم بيعتبروا ان مصر هي جزء، او بيعتبروا ان مصر ان هم خونه، بيعتبروا ان سينا دي ارضهم وشايفين ان هو جزء من ارضهم، بيسعوا للحصول عليها. واعتقد ان الرئيس مرسي يعني بيساعدهم في هذا الامر الان، لانه فاكر انه الفلسطينيين هم الاخوه، وان حماس او حماس عموما هي جزء من الاخوان المسلمين، وبالتالي يرى ان حماس والاخوان المسلمين في مصر هم في الاول والاخر هم طيار واحد وجزء واحد، لكن هو لا يعلم انه بالتالي يخون مصر ويسلم ارض مصر مره ثانيه الى الفلسطينيين. الفلسطينيين يبيعوا ارضهم، لن تغلى ارض سينا اللي هم يبيعوها لاي حد اللي هم شايفين انها جزء منهم. وبالتالي الفلسطينيين يقدموا لمصر في يوم من الايام سوى الدم والاغتيالات والارهاب. تمام، مش كل الفلسطينيين على فكره، هم الفلسطينيين المنتمين الى جماعات الاسلام السياسي. بالتحديد حركه حماس، انا اقصد بالتحديد حركه حماس وكتاب القسام، لان هم جزء من الحركه انا بسميها الحركه الارهابيه العالميه. عشان نبقى منصفين بس، لان في فلسطينيين وعرب اسرائيل هم فلسطينيين في الاول وفي الاخر، وما زالوا ومتمسكوا بالارض ولم يتركوها لمجرد ان الحكومه بقت يهوديه، هم تمسكوا بالارض وللاسف وصموا بانهم خونه، ولكن الذي وصمهم بانهم خائنين هو نفسه اللي باع ارضه. استاذ نادر شكري، يعني كيف استقبل الشعب المصري حادث اغتيال 16 من جنودنا البواسل على الحدود؟ الشعب المصري استقبله ازاي؟ الحقيقه كان صدمه يعني مروعه وغير متوقعه ان يحصل هذا الامر، انه يتقتل 16 جندي وضابط اثناء اختارهم رمضان. يعني يتطور الامر غريب جدا ان يقوم مجموعه ان هم يقتلوا ناس بتفطر بعد الصيام بعد يوم طويل. الشعب المصري اغلبيته صب غضبه بقوه على الرئاسه وعلى محمد مرسي وقطاع الاخوان، لان هم سبب في فتح المعابر، سبب في دخول الفلسطينيين بدون تاشيرات القرار اللي اصدره مرسي. وعشان كده اعتقد ان الامر ده كان واضح جدا في الجنازه اللي لم يستطع ان يحضرها احد من قتلة الاخوان، ولم يستطع ان يحضرها محمد مرسي شخصيا، اللي لغه تم الغاء يعني تواجده، الاعتداء على هشام انديل بالاحذيه وهروبه حافيا. يعني كان واضح الغضب الرهيب من الشعب المصري لهذا الامر، اللي هم شايفين انه مصر اصبحت غير امنه نتيجه القرارات الخاطئه اللي اخذها الرئيس مرسي منذ توليه، وعدم يعني عدم
اخذوا بنصائح المخابرات بغلق المعابر او غلق تدمير الانفاق. كان هم شايفين ان كده مصر داخله مرحله خطيره جدا مع بدايه الحرب الاخوانيه، وخاصه ان اسرائيل قبلها فتره نشرت فيديو لتدريبات مسلحه داخل سيناء وسحبت رعاياها قبلها بيومين وحذرت بخطوره داخل سيناء. فده طبعا يعني كان شيء اغضب المصريين بقوه لهذا الاستهتار اللي حصل. يمكن شفنا محافظ شمال سيناء قال انه ده ما فيش حاجه سيناء امنه وانه ده عارف ضرب السياحه. اعتقد ان يعني الشعب المصري ده سبب نوع من المخاوف داخله على خطوره الاوضاع الامنيه داخل مصر، وده يحشد بقوه الى ثوره الغضب يوم 24 اغسطس ضد الاخوان وضد محمد مرسي لاسقاطهم، لانهم الان اصبحوا التيار الاخواني او دوله الاخوان وليس الدوله المصريه التي تعمل لكل المصريين وترعى في الجانب الاول السياده المصريه والسياده الى الشعب والامن للمصريين. اضافه الى ذلك القرارات اللي بياخدها محمد مرسي، فكره تشييد الكهرباء من اجل غزه، السولار اللي بيتصدر او بيذهب الى غزه والمصريين هنا يعني بنلاقي مصادرات وقتلى بسبب عدم حصولهم على السولار او قطع الكهرباء بفتره مستمره. فده اعتقد امور ترقبت بشكل يعني في وقت قصير جدا ضد القرارات الرئاسيه اللي بتعمل لصالح الاخوان وليس لصالح المصريين. هو في سيناريوهين هنا الحقيقه، احنا مش عارفين ايه الهدف من العمليه غير ان هو سطو الجماعات المسلحه وفرض انها تملك القوه وانها ممكن تعمل اي حاجه، وده اعلان، ده راي. والراي الثاني بيقول ان هو خلاف داخلي بين الجماعات وبعضها، وده كان خطا تكتيكي ادى الى هذه العمليه الخايبه على حد تعبيره يعني. لكن واضح جدا ان سينا للاسف تحولت الى بؤره من الجماعات المسلحه من ثوره 25 يناير، وهدفها بالفعل ان هم يهيملوا على سيناء ويحولوا قاعدتهم الى منطقه سيناء، لانها منطقه حساسه ومنطقه وعاله جدا وليها وضعها ويبدو نفسيتهم من خلال العمليات. وتصور انه رغم ان الجيش عمل عمليات قبل كده لتطهير سيناء وقوات الامن، لكن فشل ان هو يقدر يوصل لهذه الجماعات المسلحه اللي نقلت قواعدها ونقلت تدريباتها الى منطقه سيناء. وده الفكر الاساسي اللي بتحاول من خلاله هذه الجماعات. وشايفين كويس انه كمان ده بيخدم يعني للاسف بيخدم اسرائيل وربما بيخدم كمان جزء من الخطه الامريكيه انه مصر تفشل في السيطره على جزء سيناء، وبالتالي يتم وضع قواعد جديده لقوات خارجيه للسيطره على سيناء، وده جزء من الخطه الامنيه الاسرائيليه لتامين اوضاعها الامنيه. لكن خلاف موضوع انه خطا استراتيجي ده يعني خطا يعني حصل في مصر تماما يعني. تمام، لكن اللي انا عايز اقوله دلوقتي، هل استخدام المؤسسة لو بنقول عليها مؤسسة أو جماعة الإخوان العالمية مش المصرية في إنها توصل للحكم في بعض البلاد العربية وتسهيل مهمة الدولة الفلسطينية على حساب الدولة المصرية في إعطاء جزء من سيناء يبقى للكيان الفلسطيني، ده كنا كلام بنقوله في الأول في الخيال لكن بات واضحا على أرض الواقع إنه ممكن يتنفذ، هل الكلام ده فعلا ليه صدى في الاعلام المصري وابتدى يتردد فعلا، ولا الكلام ده مجرد ان كان حد بيقوله فرقعه في الهواء وخلاص؟ للاسف انه الاخوان لديهم قطاع كبير جدا من الاعلام ولديهم اصبحوا بعد وضع الوزير الاعلامي وهو يعني ينتمي الى الكيان الاخواني اصبح في اعلام مضاد بيرفض او بيتصدر هذه الفكره، ولكن يعني في عدد من الخبراء والسياسيين كشفوا هذه المخططات، كشفوا هذه الافكار المتعدده على خطوره الفكر او المشروع الاسرائيلي الامريكي بنقل الفلسطينيين الى سيناء، وده مشروع تاريخي موجود. لكن حتى الان الاعلام لم يضع الاهتمام الكافي لهذه الفكره، يعني لم ينشرها بشكل واضح، ولكن
كالعاده يعود الاعلام لطريق هذا الامر هذا الحادث على الشماعه الاسرائيليه والشماعه الامريكيه دون الانتباه الى خطوره هذا المشروع اللي نبه به عدد كبير من الخبراء والسياسيين من قبل، ويمكن من ضمنهم دكتور عبد الرحيم علي وعماد جاد وغيرهم لهذا المخطط الموجود من فتره كبيره، لكن على الاعلام ما زال غير الاعلام جزء منه تحول الى الاخوان كعاده واصبح حبوق للاخوان المسلمين وهم يمتلكون ايضا دلوقتي اداء اعلاميه وقنوات اعلاميه كبيره ولدينا شفنا يعني اللي حصل في مصادره جريده الدستور من مطابع الجمهوريه ومصادره بعض مقالات الكتاب اغلاق قناه الفصل فده اللي بيحاول ان هو يعمله الاخوان لتسميم الافواه لكل من يحاول يطفح المخطط الخاص بهم يعني. تمام. عايزين نقول حاجه هنا قبل يعني ما ننتقل لمواضيع اخرى استاذ نادر، موضوع دهشور، هل موضوع دهشور عولج من الرئاسه بواسطه الاخوان بالمعالجه الصحيحه تماما؟ بتصريح الرئاسه بيقول ان تهجير الاخباط لم يكن قسريا، يعني ايه؟ ان الاخباط يلجاوا الى الشرطه والشرطه تقول لهم انا مش هقدر احميكوا، انتوا تصرفوا زي ما انتوا عايزين، فطبعا تم تهجير اكتر من العدد يبقى عندك مثلا هنقول هم مذكور 5000 تقريبا يعني 5000 قبطي او 5000 مسيحي بيتركوا الاماكن بتاعتهم عشان قميص اتحرق وعشان في خناقه حصلت ومش معروف مين اللي ضرب اللي مات في الحادثه بالمولوتوف، هل هم الجانب المسيحي ولا الجانب المسلم بالخطا انه ممكن يكون ضرب عليه ازازه المولوتوف وهو ماشي بالصدفه فولعت فيه. اللي انا عايز اقوله تناول الرئاسه لمثل هذه الاحداث الطائفيه، هل هي معالجه دقيقه ومعالجه حاسمه في هذه اللحظات خصوصا انهم على القمه بتاعه الحكم وسده الحكم، ولا هو يعني تكمله للمسلسلات اللي بداوها قبل كده بالطائفيه اللي وصلتهم للحكم؟ دي طبعا معالجه يعني تاثيرها جدا، لانه تصور ان الرئيس محمد مرسي لم يصرح اي تصريح عن احداث دهشور غير بعد حدوثها بيومين من مسجد سيدي هناوي بإنا، يعني اول مره نشوف رئيس جمهوريه يتعهد بتنفيذ القانون داخل المسجد اثناء صلاته ولم يصدر هذا التصريح ان مؤسسة الرئاسة أثناء وقوع الأحداث. النقطة الثانية أن التقصير كان واضح جدا من الرئاسة أنه يعني يكفي حتى الآن لم يقابل مسؤول واحد أيا من الأقباط المهجرين، حتى أن محافظ الجيزة كان بالأمس في قرية دهشور وقام بالإفطار مع أسرة المتوفي، لم يقابل أيا من أسر الأقباط المهجرين. حتى الآن لم تعين النيابة خسائر الاقباط، وحتى الان لم تتجه اللجنه المشكله من محافظه لتعيين خسائر الاقباط، وبالتالي الاقباط حتى الان غير قادرين على اصلاح اي شيء في منازلهم المدمره، لانه ما ينفعش انه يحصل اي شيء غير لما تعين وتعين اللجنه الخسائر. فواضح جدا، ويمكن احنا كنا النهارده على اتصال بيهم بكل اسر، وبرضه استياء كبير جدا لحاله التجاهل الغريبه جدا من مؤسسه الرئاسه ومن المحافظه، وبالتالي احنا شايفين رد الفعل من الرئاسه رد يعني كالمعتاد مثل النظام السابق، انه هذه ليست فتنه والاقباط لم يهجروا، الاقباط تم تهجيرهم وتم لانه الامن عجز عن حمايتهم وهربوا من منازلهم. واعتقد لولا عمليه الضغط الراي الان اللي حصلت وغيره ما كان عدد الاقباط، للاسف حتى البعض رجعهم رجعوا وكانت يعني منازلهم مدمره حتى الان، يعني غير اهله للسكن او غيره. شايف انه الرئيس مرسي يعني تناول مساله دهشور بعد ان اخذت حجما كبيرا في الراي العام، لم تاخذ الوضع الكافي في المعالجه القانونيه والقبض على الجناح الحقيقيين، يعني اعتقد اتصور انه عمليه القاء القبض على 15 واحد حتى الان بتحصل في كل الحوادث، لكن
فور العمليه وشتمه، وانه في الاخر هيتم الافراج عن جميع المتهمين يا اما الشيوع او يا اما يتم الضغط على الاعضاء في التنازل عن المحاضر اللي خاصه بيهم. موضوع الخشور ليس الاول ولا الاخير. عمليه تجهيز الاعضاء دي عمليه مستمره، حصلت قريه حجاز قبل كده، حصلت في العمليه. Please enter the phone number you wish to reach. الخط فصل، هنحاول اتصال تاني بالاستاذ نادر شكري، وهو الحقيقه من خلال تناول اعلى مستوى سياسي او حكومي في مصر لتناول الحدث بتاع دهشور كان الكل مستاء منه، سواء كانوا مسيحيين او مسلمين، لان الحدث هو عباره عن خناقه فرديه تحولت الى طائفيه، وزي ما شفنا تهجير آلاف الأباط ومنازلهم اتنهبت، ومع ذلك حتى لما صدر أمر بتعويضهم في تجاهل إعلامي عن أن استتباب الأمن وعن موجود في دهشور أن في أمن مركزي موجود، وابتدى يخش وابتدى فعلا أن هو يرجع تاني الأباط أماكنهم. يعني احنا هنحاول نكلمه تاني الاستاذ نادر، ناخد منه الرساله الموجهه من الرئاسه للشعب المصري، والعكس لو نقدر نكلمه تاني. طبعا يعني في رسائل متعدده جدا من اصحاب القرار في مصر بنقول انها التعتيم مثلا على موضوع رفح. هل التعتيم ده بيضر بمين؟ ما انت لازم تعلن عن المجرم ايا كان هو مين. مجرم وجه قتلك في دارك، انت ايه اللي مخليك مخبي الموضوع؟ هم في فلسطينيين، هم فلسطينيين ومصريين، مين اللي ساعدهم على ارض سيناء؟ هل العشائر؟ هل القبائل؟ هل في جماعات اسلاميه بتساعدهم؟ هل الاخوان نفسهم كانوا عارفين؟ يعني لو الاخوان ما كانوش عارفين، المخابرات قالت انهم عارفين، ولو كانوا عارفين ومش مصدقين تبقى مصيبه اكبر. يعني الأمثال كثيرة جدا، من يمكن أنا ضربت مثل من أيام يوسف السباعي واغتيال يوسف السباعي إلى وقتنا هذا، وحوادث كثيرة جدا تتم على أرض مصر بواسطة الفلسطينيين المنتمين إلى جماعات الإسلام السياسي، وخصوصا حماس أو غيره، سواء بتقول جيش الإسلام أو جيش أيا كان الجيش ده، بهدف الموضوع ديني، واللابسين اسود والكتائب القسام والمناظر اللي احنا بنشوفها، وكأن هم دول المدعاة للدفاع عن اوطانهم والباقي لا. الكل، كل الفلسطين بيدافعوا، كل بيدافع في مكانه بطريقته، ولكن هذا الصدام اللي بيبقى تملي مع دول الجوار، واكثر دول الجوار الحنينة على الفلسطينيين هي مصر التي عانت من اجل القضية الفلسطينية. الان يستخدم الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لغرض ما لحماس، بعد تصريحات الرئاسة بيقولوا القبض على ثلاث قيادات في حماس. إذن في معلومات، في معلومات متداولة ما بين جماعة الإخوان وجماعة الإرشاد وحماس والمخابرات المصرية، ولماذا تم إخالة الراجل بتاع المخابرات لما هو قال للرئاسة، قال له إن في حوادث وحاجات هتحصل في سيناء؟ فيمكن كان الرد التلقائي، قال له مش معقولة مسلم هيقتل مسلم، وكأن الدنيا بس هو وصف الدنيا كلها بالموضوع ده. احنا بصراحة يعني بصدد ان احنا عايزين نستشف من خلال الحوارات اللي بنجريها مع الناس في مصر، واللي هنجريها مع الناس في امريكا هنا، ايه الرسالة اللي موجهة والرسالة اللي بيرد عليها من خلال سواء كانوا إعلاميين أو صحفيين أو كانوا مسؤولين عن جمعيات. معنا على الهواء والهاتف الأستاذ رامي كامل، المنسق العام لاتحاد شباب مزبيرو. مساء الخير يا أستاذ رامي. مساء الخير يا أستاذ عادل، عامل إيه؟ نشكر ربنا. أستاذ رامي كان في مسيرة لاتحاد شباب مزبيرو، وطلع قرار من داخل الاتحاد بالاكتفاء بمؤتمر صحفي في حزب العدالة أعتقد، أو حزب في مقر الحزب هيجرى فيه المؤتمر الصحفي، حضرتك توضح أكثر. اتفضل يا فندم. حزب التحالف الشعبي. حزب التحالف الشعبي، تمام. حزب التحالف الشعبي،
استاذ رامي، هل في ضغوط امنيه جعلتكم تلغوا المسيره ولا ده قرار داخلي من الاتحاد؟ لا، هو قرار داخلي من الاتحاد نظرا لان يعني بص يا استاذ عادل، مسيره هو كان التصعيد الاكبر لاهلي بسوس. تمام؟ تمام. بمجرد ما قلنا مسيره بدات الاستقرارات كمان من كل جنب. بلاش يا جماعه التصعيد بالشكل الاول، بلاش ننسى ان كنتوا تعملوا اعتصامات ثانيه في مسيره، احنا هنعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. وكانت اتصالات مباشره من رئاسه الجمهوريه لبعض الشخصيات القصيه، والشخصيات القصيه كانت بتكلمنا. تمام. يعني لما اتفضل يا استاذ رامي. اتفضل يا استاذ رامي. سامع. لما الاهالي قبلوا بالرجوع بالثلاث مطالب اللي هم رجوع الاهالي، واللي هم قبلوا بتعويض 10,000 جنيه كتعويض مبدئي، واتمسك 11 واحد من اللي اعتدوا على منازل الاقباط، طبعا ما بقاش عندنا مبرر للمطالبه دي، لان يعني الناس لان تقدسي قبل بدوله والاهالي قبلت ده. فانا مش معقول هحرق مسيره وهحرق اليه من اقوى الاليات، لاني هقول طب رجعوا الناس، طب ما الناس راجعه، طب دول التعويضات، طب انا قلنا بالتعويضات دي. تمام. طب بدون معنى الجنان احنا قلبنا لكم على 11 تقريبا. كام واحد مسيحي؟ تقريبا كام واحد مصري مسيحي سابوا دهشور، او كام اسره؟ هم الاعداد التقريبيه اللي احنا قدرنا نوصل لها بعيد عن التهميل 65 اسره. 65 اسره في معدل خمس افراد للاسره الواحده، يعني احنا بنتكلم حوالي 400 شخص. لا اسف، هم 65 اسره، يعني ممكن اسره واحده مثلا منهم بيبقى داخليا اربع اخوات مثلا، كل واحد بيتجوز جوه البيت، فده كده 65 بيت. 65 بيت، يعني تقريبا مش اقل من 600-650 فرد. بالظبط. تمام. استاذ رامي، شايف تناول الاعلى مستوى سياسي في البلد او اعلى مستوى حكومي لقضيه دهشور بهذه الركاكه، يعني ما ادوش الامر اكتر من ان الدنيا والعه، مش مشكله، كانهم معتدين على ده، او كان الطائفيه هم معتدين عليها وانها لا تخصهم من قريب او من بعيد. هل التناول ده فعلا أذى مشاعر الشعب المصري سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين؟ لأن هو في الآخر إحنا في مركب واحدة. التناول دوت كان منتقد من كل الناس جوه مصر، بره مصر، مصريين وغير مصريين، لدرجة إن السفير الفرنسي نزل دهشور بنفسه، يعني يشوف إيه اللي بيحصل ومفيش مسؤول مصر اتحرك. تمام. يعني مندوب رئيس الجمهورية اللي راح يشوف دهشور الدكتور محمد فؤاد جدية، كل اول ما قعدت انا كنت موجود معاه، اول ما قعدنا اتكلم عن حق معاذ وضروره القصاص من الجناء ونسي خالص اللي قدرت نتهجره. فانا قلت له يا دكتور محمد، يعني معاذ اتنطق قصاد اربعه، ما تكلمني عن اللقبات اللي اتهجروا، ما فيش حد اتنطق قصادهم، ما تكلمني عن اللقبات اللي كنت اتحرقت وما فيش تعويضات، ما تكلمني عن طفلي ما كانش بيمتلك من حطام الدنيا الا شقته واتحرقت، هيرجع شكله ايه دلوقتي؟ فكان رايح باجنده خاصه جدا، اجنده مش شايفه حاجه قدامها الا معاذ واللي حصل فيه وابو معاذ وتربيته، لدرجه ان انا لما رحت اقدم العزاء لابو معاذ طردني من البيت عنده. يعني الراجل كان واخد حقه زياده عن اللزوم، التعامل بتاع الدوله مع القضيه ما كانش بالجديه الكافيه، ما بداوش يتعاملوا مع القضيه بصوره فعليه يا استاذ عادل الا لما قلنا احنا رجعنا السيف. تمام. استاذ رامي، في رساله موجهه من تناول الموضوع، يعني الرساله الموجهه من اعلى قيادات في البلد سواء كان مستوى سياسي متمثل في الرئاسه او مستوى حكومي متمثل في وزاره الداخليه، ايه الرساله الموجهه من الدوله في تناول هذا الحادث بهذه الركاكه؟ ايه الرساله اللي فهمها الشعب المصري يعني؟ بص يا استاذ عادل، هو كان في رساله واحنا ردنا عليها مباشره. الرساله كانت اي قضيه تقفيها بعد كده
هيتم اطلاق اعلانيا في الداخل، هيتم التغطية عليها، هيتم التعامل معاها بالاسلوب دوت اللي هو عاجبهم يمشي زي ما المتشددين المسلمين في البلد اللي يحصل فيها الخط عايزين ماشي، مش عاجبهم يشوفوهم حته ثانيه يمشوا فيها، احنا مش هنحمي حد. رد على الكلام من الدولة كان الكلام صريح من الله تعالى العظيم في اي مكان ان هم احنا كنا نعمل ايه ونقدر نحميهم ازاي؟ قلت له يا فندم حضرتك قائد الامن المركزي، كلمني كلام معتبر. فكانت الرساله واضحه جدا، الرد كان اوضح ان كنت لو ما تعاملتوش بجديه مع الامر احنا هنرجع تاني لمسيره، واحنا نعرف نتعامل مع الامر ونصعده باسلوبه. تمام، يعني كان في رساله وترد على الرساله بمعرفتكم على حسب التصريح اللي انت قلته دلوقتي. استاذ رامي، يعني اللي انا عايز اقوله، هل استخدام الطائفيه هو اللي اودى بان الاخوان دلوقتي هم اللي يمسكوا سده الرئاسه؟ طب المفروض ان الطائفيه دي يعني هتقسم البلد مش نصين، هتقسمها ثلاثه واربعه وخمسه وسته، لان الخلافات في الايديولوجيات والخلافات السياسيه وخلافات الراي كثيره. هل الخلافات دي كلها هتكون بمجرد عداء، ولا هتبقى التناول معايا انا واخويا مختلفين لكن في الاخر احنا اخوات؟ يعني المبدأ ده مش موجود ومحدش حاسه في مصر. يعني في ثورة 25 يناير الكل حس ان هو تحت نير عدم العدالة الاجتماعية، سواء كان مسلم او مسيحي او حتى بهائي، كله شعر بجزء من العدالة انهم متحدين وبيطالبوا بيها. الان في خلافات سياسية كبيرة وخلافات في الرأي كثيرة، والكل يبتدي هياخد صف العداء للآخر، مش الأخوة للآخر حتى لو مختلف معاه في الرأي. الإحساس ده هل هم الإخوان مسؤولين عنه، ولا الإحساس ده موجود من النظام السابق وكان بيحاول إن هو يرسخه في كل المصريين؟ النظام السابق مسؤول عن جزء استاذ عادل، لكن الخطاب في الشارع ما كانش بتاع النظام السابق، والدليل على كده النظام السابق فقط في 18 يوم ما قدرش الخطاب بتاعه في الشارع يسنده ليه؟ لانه خطاب بلا جذور. ايه الخطاب اللي له جذور في الشارع؟ الخطاب الاخواني، الخطاب السلفي المتشدد، هو ده الخطاب اللي له اصول في الشارع، وده الخطاب اللي مرفوض من كل المعتدلين. لكن خلينا نتكلم بواقعيه، الخطاب دوت خد 13 مليون صوت في الانتخابات، لكن لازم الخطاب ده تفهم كويس جدا ان الخطاب المعتدل خد قد تقريبا في عدد الاصوات، لان البلد فيها قوه لا تقدر تقف. اللي حاصل عند المنصه اكبر دليل على عمليه شق الصف الوطني باكبر قدر ممكن، اللي فيها على الناس بالسند والمطالب وصلاح الابيض. حركة 6 ابريل التابعة للاخوان المسلمين اللي سبق كتير جدا وحذرنا منها، وطبعا ميليشيات الاخوان طلع على الناس عند المنصة بتهاجمه، بيحاصروا مدينة الانتاج الاعلامي وبيضربوا كل الاعلاميين، بيروحوا عند القصر يموتوا لهم واحد ولا اثنين. الكلام ماشي في عملية مش درع طائفية، لكنها فرض سطوة وسيادة من فصيل على باقي الفصائل. الكلام دوت هيترد عليه فعليا من 24 اغسطس. 24 و25 لازم الكل ينزل، واحنا بنشجع كل الناس على انها تنزل في اطار سلمي. احنا مش بنكسر، مش بنحرق، مش بنعمل حاجه، احنا زي ما نزلنا في اطار سلمي في 25 يناير وخدنا مدام التحرير وغيرنا الواقع، هننزل نغير الواقع كمان مره يوم 24 و25، وهنقول احنا موجودين للهيمنه اللي انتم بتحاولوا تفرضوها علينا مرفوضه تماما، واحنا نقدر نتاكد وهنسقط الاخوان. لابد من حل جماعه الاخوان المسلمين، لابد من محاكمتهم ومحاسبتهم بتهم التخاذل وغسيل الاموال دي ومصر. لسه المطالب موجوده ولسه عاديه، ولازم واقفه مع الاخوان المسلمين بقى. لازم واقفه، لان هم بيشقوا الصف الوطني، بيساعدوا على الخطاب الطائفي في كل الصور. تمام، استاذ رامي، مشاركين في 24 و25 من هذا الشهر في استكمال ثوره 25 يناير،
ده هو اللقب او الاسم اللي نازلين بيه في 24 25 ولا نازلين تحت مطالب اخرى؟ اتفضل يا استاذ رامي. مطالب الثوره كانت يعني اهم مطلب من مطالب الثوره كان اسقاط النظام. من الخطا ان احنا نعتقد ان النظام كان مهرج بس. يعني عمود رئيسي من اعمده نظام مبارك كان الاخوان المسلمين اللي هم دلوقتي بيركبوا الثوره المصريه وبيعيدوا انتاج نظام اصعب واشد واكثر قمعيه من نظام مبارك. البلد لا عاد فيها ميه ولا نور ولا عاد فيها فلوس ولا عاد فيها حاجه، مصر تحولت الى خرابه كبيره. خرابه كبيره مش دي مصر. الناس دي اكثر غير بتكره مصر. الناس دي اللي ما بيطلعش فيها. تمام. اسقاط بقايا نظام مبارك لان الاخوان المسلمين دول بقايا نظام مبارك، دول اللي عملوا صفقات مع نظام مبارك، اللي اخذوا 88 مقعد برضاء نظام مبارك. دول اولاد مبارك الفعليين، دول الفنون الحقيقيين. اكبر دليل على كده ارجعوا نشوف الانتخابات اللي فاتت، انتخابات البرلمان اللي فات، هتلاقي الاخوان المسلمين حطوا فلول على قوائمهم، حطوا اعضاء من الحزب الوطني على قوائمهم. في الفيوم وفي الدقهليه وفي الايوبيه. ده اكبر دليل على ان دول بقايا النظام السابق. لابد من اسقاطهم علشان مصر تبقى دوله مدنيه حديثه يعني تاخد وضعها في العالم. مصر نهر النيل بإدركه. نهر النيل بعباره عن ترعه. انت متوقع يوم 24 و25 متوقع لهذه الحركه ايه يا استاذ رامي؟ يعني بس خلينا ما نرسمش احلام كبيره يا استاذ عادل. تمام. احنا نازلين خلينا على ارض الواقع. الاخوان الاسلامي كويس جدا نازلين عشان الاخوان الاسلامي كويس جدا ان في ناس في البلد. لو نزلنا الكشافه الوضع هيتغير. تمام. استاذ رامي كامل عايز عايزك توجه رساله من خلال بعض الجمعيات اللي قالت انها بتمثل الاخباط منها الاخوان المسيحيين يمكن انا قريت عنها شويه الاقباط اللي هي كل واحد عامل له جمعيه وبيتكلم كانه بيمثل الاقباط. الموضوع ده المفروض ان هو انتهى من فتره لكن الرساله الموجهه من اتحاد شباب ماسبيرو، هل اتحاد شباب ماسبيرو جزء من الشعب المصري كله قبطي ولا هو مزيج من اغلبيه قبطيه وفيهم معاهم ناس مصريين مسلمين؟ ممكن تقول لنا اتحاد شباب ماسبيرو بيمثل ايه والباقي الجمعيات ازاي ان احنا ممكن نوحد الكلمه كمصريين اولا وكمسيحيين ثانيا ان احنا نواجه خطر التقسيم وخطر الشرذمه اللي موجوده في الساحه السياسيه الان؟ بص يا استاذ عادل، القبطيه انتماء، القبطيه ليس دين، ومش كل واحد مصري يبقى قبط في نفس الوقت. القبطيه انتماء، انتمائك لمصر انت قبط. الانتماء ما هو في واحد معدل كلمه مصريه وعايز رئيس ماليزيا. تمام. ده مصري. كل منتمي لمصر بانتماء حقيقي هو قبط. واتحاد شباب ماسبيرو اتحاد فيه كل الاقباط مسيحيين ومسلمين. تمام. احنا كلنا اقباط نتحمل فيه انتمائنا لمصر بنمثل فصيل في اغلبيه مسيحيه لانه بيمثل فصيل مسيحي قبط مسيحي وبيعبر عن همومه ومشاكله لكنه مندمج جدا مع الصفائح الوطنيه الثانيه. احنا بنمزج بين كل الناس. اخواننا المسيحيين واقباط احرار واقباط قيود جينا في ايدين بعض يا جماعه نخطي الخطوه اللي جايه علشان خاطر البلد. خلاص احنا هننسى كل الملفات الخاصه في ملف اكبر من 24 ايدينا في ايدين بعض عشان على فكره يا استاذ عادل في صور نازلين من 24. انا كنت لسه الصبح على التليفون مع الاستاذ محمد عطيه وده من ائتلاف شباب الثوره ودلوقتي في تحالف اسمه تحالف ثوار وقال لي احنا كلنا نازلين من 24. كل ايام نازلين على ميدان التحرير وفي ناس رايحه على قصر العروبه لكن كفايه الناس نازله. الناس لازم تاخد موقف. كلنا نازلين ايدينا في ايدين بعض. وكان في اجتماع من فتره قريبه مع بعض منسقين يوم 24
وانا كنت مبسوط جدا. كل الحركات اللي قلتها كانت مشاركه، كل الحركات اللي قلتها بلا استثناء كانت مشاركه. تمام، شكرا جزيلا الاستاذ رامي كامل منسق اتحاد شباب مزبير. شكرا يا فندم. هنرجع تاني ونقول ان كل الحوارات دي بنستخلص منها رساله، والرساله موجهه من والى، سواء كانت موجهه من اعلى مستوى سياسي في مصر للناس في مصر، والناس في مصر بترد على الرساله دي، وهو ده غرض برنامجنا. في لقاءات لسه جايه كتير، لكن اللي انا عايز اقوله ان الرد وصل لكم دلوقتي ان الموضوع ان مصر بقت من ضمن الحبكه العالميه لتنفيس القوى الاسلام السياسي مع تنفيس الاسرائيليين، لان الفلسطينيين ضاغطين عليهم، وتنفيذ ما يسمى بالقديم ان الفلسطينيين يرجعوا شويه لسيناء وياخدوا جزء منها ويكونوا دولتهم او يختلطوا بالمصريين، المهم انهم يبعدوا عن اسرائيل. لكن في وسط هذه الخضم بنلاقي ان في قوات مصريه بتعبر القناه وبتحاول انها تطهر سيناء تاني من كل الجماعات اللي بتفرض سطو على الاماكن، وده بيعيد حسابات مره اخرى ان الرساله الاعلاميه غير مقروءه صحيحه. هل في خلاف داخلي بين الساسه في مصر على مراكز معينه لاتخاذ القرار؟ وده اللي هنعرفه من الاستاذ منير بشاي رئيس جمعيه اباط كاليفورنيا. مساء الخير يا استاذ منير. مساء النور. استاذ منير، هل القرار السياسي واحد في مصر ولا ما هوش واحد؟ يعني في تضارب فيه بحيث ان ممكن يطلع حدث ويطلع عكسه في نفس الوقت؟ والحقيقه يعني الوضع في مصر غير مفهوم اطلاقا، وما حدش عارف مين اللي معاه السلطه ولا مين اللي بيصنع القرار. عندك رئيس جمهوريه، وفي رئيس وزاره، وفي المجلس العسكري، فالامور الحقيقه مش واضحه، وكل واحد بيلقي التابع على الاخر، وكل واحد يقول انا مش مسؤول، الثاني هو الغلطان، والموضوع مش واضح اطلاقا الحقيقه في مصر. الان بات واضحا ان الاخوان كان في اتفاقيات بينهم وبين حماس، بدليل انه هو خد المعلومه معلومه مخابراتيه على ان هيحدث شيء للجيش المصري على ارض سيناء على الحدود، ولم يتحرك بدعوى انه مش ممكن ده يحصل، لكن فوجئ ان هو حدث. والخطوه الاولى اللي اتخذها رئيس الدوله انه بيشيل الراجل بتاع المخابرات، لانه واضح ان المعلومه وصلت للرئاسه وما قدرش ينكرها، يقول لا ان مفيش معلومات وصلت لي. لكن كان التعليق من الصحف بالاخبار ان الرئيس مرسي يحذر هنية من ثلاث قيادات إسلامية ويطلب القبض عليهم. قال لا، ده انت عارف ومحدد، طب ما طلعتش ليه بيان رئاسي للناس في مصر وتقول لهم ايه اللي حصل، وهل هو خطأ في التكتيك، ولا هو خطأ في التنفيذ، ولا هو خلاف ما بين الجماعات اللي على الأرض فعلا في الواقع واللي كانت بتأيد مرسي، ودلوقتي مرسي المفروض ان هو يبقى ضدها بقوة الوطنية المصرية، لانه محدش هيقدر يقف ضد الجماعات دي الا الجيش، لان هو الوحيد اللي يمتلك قوه ردع، وهم بيمتلكوا سلاح وصل الى الار بي جي، وانهم يخطفوا مدرعه ويعتدوا على كتيبه جيش، يعني القوه ابتدت تكبر في سيناء للجماعات دي. هل الان في انشقاق حدث ما بين الاسلام السياسي بعضا، وان اللي هيبقى مستفيد من كده العسكري بصفته الوجه الاخر للعمله الدكتاتوريه، ولا حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ هو في طبعا كلام كتير بيتقال، وناس بتفترض نظرية المؤامرة، وأنا شخصيا لا أميل إلى تصور مؤامرات، يعني غير لا يوجد دليل قدامي علشان أصدقها، يعني كأن أنا بخترع نظرية معينة وأصدقها بدون ما يكون هناك دليل. النقطة اللي بتقولها حضرتك إن كل واحد يعني بيلقي التابع على الآخر، يعني رئيس المخابرات معروف ان هو يعني استقبل معلومات من اسرائيل ان في عملية هتحصل في خلال اظن 3 ايام او حاجة. الراجل بيقول في الاول قال كلمة طبعا غير معقولة يحاسب عليها، وهي ان احنا ما صدقناش ان في مسلم يضرب اخيه المسلم في خلال شهر رمضان وفي ساعة الافطار. طبعا دي كلمة يعني لا يقولها شخص مسؤول عن امن بلد.
تمام. الكلام ده كلام اللهوي، ما ينفعش يعني يتم التعامل بيه على مستوى الدول والحكومات. لكن بغض النظر عن هذه هو نفسه رجع وقال، ولا يستطيع انه طبعا يكذب لان الاطراف كلها موجودة، وكان ممكن ان هم يعني يكذبوه لو كان فيه بده محصل. هو قال ان انا بلغت رئاسة الجمهورية بهذه المعلومات، ورئاسة الجمهورية لم تقل لي شيء. وفي الغالب طبعا ان هو بلغ رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية لعدم درايتها وعدم خبرتها بعمل اي شيء خدت المعلومة دي وسكتت. لكن طبعا يعني الجهل بأي عمل لا يعفي من المسؤولية. يعني انا بحط المسؤولية على الراجل ده نفسه اللي هو بتاع المخابرات. لما انت بعت المعلومة يجب انك انت تتابع وتقول طيب انا بعت لكم المعلومة دي هتعملوا ايه، او على الاقل بما انه هو راجل الخبير في الموضوع يجب ان يقترح الحلول، لان رئيس الجمهورية واضح ان هو جديد في الكار وما يفهمش حاجة في الموضوع، وينتظر ان الناس اللي تحتيه لما تقدم له شيء تقول نقترح ان رئيس الجمهورية يصدر قرار بكذا وكذا وكذا. واضح ان هو ما طلبش من رئيس الجمهورية او ريكومند او عمل توصية باي شيء، فرئيس الجمهورية لم يصدر اي قرارات. من ناحيته دوكها سكت على الموضوع وما عملش اي شيء. فالتقصير الحقيقة يعني ركبهم كلهم من راسهم لرجليهم. مفيش حد يتعامل مع امن دولة بهذه الامور، ويمكن دخلت فيها النعرة الاسلامية والاخوة وان الناس دول فلسطين اخواتنا واحنا ياما حاربنا في صفوهم ومش ممكن يعملوا فينا اي شيء. لكن الواضح ان المسلم بيخون اخيه المسلم. حكاية ان المسلم ما يقتلش اخيه المسلم ده نظرية خاطئة، لان في كلامك مظبوط يا استاذ منير، لان هو لم يحضر حتى الجنازة لانه خاف من الاجراءات الامنية، بدليل ان الجنازة كان يحضرها غالبية مسلمة. هو خايف ليه بقى؟ بالتأكيد. والكلام ده تحقق فعلا. رئيس الوزراء لما حضر كان في محاولات لضربه واخدوه بالقوة بواسطة امن مكثف خارج الموضوع. فهو يعني لو كان يعني طالوه المتظاهرين كانوا فعلا يعني سببوا إزاله. ورئيس الجمهورية طبعا مسؤوليته اكبر، وخصوصا انه يعني في معاملات مع حماس تثير الريبة. يعني الناس دول انت بتتعامل معهم على انهم ليهم امتيازات اكتر من المواطن المصري، بتدي لهم اشياء مجانا او باسعار رخيصة جدا في الوقت اللي المواطن المصري محتاج لها. تمام. وبتدي لهم حق الدخول والخروج بدون تأشيرة دخول او تأشيرة خروج، وبتعاملهم يعني بكل المقاييس افضل مما تعامل المواطن المصري. تمام. انا بس عايز اسأل سؤال هنا يا استاذ منير، هل المخابرات العسكرية معفاة من هذا الامر ايضا؟ يعني المخابرات العامة دي تابعة لرئاسة الجمهورية، ولكن المخابرات العسكرية ما هي تابعة للمشير، والمفروض انها تعرف معلومة زي كده. يعني زي ما بندين رئاسة الجمهورية في انها تعاملت مع هذه المعلومة بهذه الرقاقة وهذا الوصف ان مش معقول مسلم يقتل المسلم في رمضان، اين المخابرات العسكرية واين المشير؟ زي ما يعني ما بيتداول في يعني عملية مساومة او ديل يعني بين رئيس الجمهورية وما بين المشير، بيتنازعوا فيه السلطات. والموضوع يعني هم ما سبلوش السلطة بالسهل، فضروري ان في اتفاقيات معينة بتدي للمشير حقوق معينة ومتاخدهاش منه، وفي نفس الوقت الحقوق دي عادة هي من سلطات رئيس الجمهورية. تمام. فالمشير طبعا يلام في الموضوع ده، وما نعرفش الكلام بقى اللي يقال. يمكن هو ما عملش حاجة علشان
يخلي التاني شكله وحش، او ده ما عملش حاجة عشان يخلي ده شكله وحش، او يعني الكلام اللي بيتقال ان الرئاس الجمهورية ضليع في الموضوع ده، يا اما موافقة عليه، يا اما في ناس بتفترض حتى ان رئاس الجمهورية هي اللي سببته. ولو ان انا لا اريد ان اؤكد او انفي هذا الكلام لان ما عنديش الدليل، لكن انا بحكي الامور كما سمعتها. السبب ان رئاس الجمهورية كما يقال تريد انها تستقطب السلطة كلها في يديها، ودي فرصة لما يقولوا ان في تقصير هنا وهنا 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 يروحوا رافدين كل الناس دي ويبتدوا يعينوا اشخاص من الاخوان او الذين لهم ولاء للاخوان، وبالطريقة دي يمكن ان يحكموا قبضتهم على كل مؤسسات الدولة تدريجيا. أوكي. هو كان في رأي من ضمن السياسيين برضه استاذ منير بيقول ان المشير في خضم الخلاف على من هو صاحب القرار في كذا وكذا وبعض السلطات الممنوحة والمقصورة على كذا وكذا، وكان في صراع على السلطة، وده مؤكد بين العسكريين وبين رئاسة الجمهورية في خضم هذه المعركة. حدثت ان المعلومة جات للطرف ده وجات للطرف ده بنفس المقياس، ولكنهم اهملوها لانهم مش مصدقين، لان هو فعلا انت بتشوف النتيجة بتاعت اللي هم عايزين يقولوا ايه من خلال الحدث ده. عايزين يقولوا ايه؟ ناس فلسطينيين دخلوا على ارض مصرية، قتلوا عساكر وضباط مصريين، وخدوا مدرعة واتجهوا ناحية اسرائيل واتضربوا بالنار وماتوا. ايه العملية الخايبة دي يعني؟ يعني انا مش شايف لها غير حاجة واحدة بس، ان قيادات الجماعات الاسلام السياسي عايزة تفرض سطو، بتقول انا هو اعلام بروكليم يعني. اكتر من كده مش شايف لها اي نتيجة. فهل هم يعني ممكن يكونوا اهملوا انهم مش مصدقين ان ده ممكن يحصل، وان في ارواح تزهق قصاد ان واحد بيعمل اعلان عن نفسه؟ هو يعني الموضوع غبي من جميع الوجوه زي ما قلت حضرتك، لكن ممكن افتراض ان في ناس اغبياء، يعني ان هم بيعملوا شيء وملوش قيمة، يعني ده وارد برضو. لكن اذا افترضنا ان اي واحد بيعمل شيء بيخطط له مظبوط ويكون في سبب وجيه بيعمله، فيبقى الموضوع ده ملوش معنى، خصوصا ان يعني ما هماش محتاجين ان هم يدخلوا اسرائيل علشان يعملوا العملية اللي عايزين يعملوها دي. زي ما سمعت احدهم بيقول طب ما في يهود كتير موجودين في سيناء وعايشين في سيناء، ايه اللي خليك تطلع بره سيناء وتدخل اسرائيل علشان خاطر انك انت تعمل عملية انتحارية او عملية تموت فيها يهود؟ لو القصد قتل يهود، ما اليهود موجودين تحت نظرك وموجودين في سيناء بدون ما تعمل اي شيء. فالموضوع غير واضح، ويعني عايز تحط حاجات عقلانية مش هتلاقي تفسير عقلاني في الموضوع، مفيش تفسير منطقي للموضوع، لكن في رسالة موجهة والكل قرأها ان الجماعات الاسلام السياسي او الجماعات اللي واخدة الاسلام كستار ليها، سواء كانت القسام كتائب القسام او الجيش الاسلامي او بعض من الجماعات الاسلامية المنتمية للقاعدة او لخلافه، هي اللي كانت عايزة تفرد سطوها على شبه جزيرة سيناء، وده كان واضح انهم اعلنوا في بعض المظاهرات انها امارة اسلامية. يعني ده واضح جدا انهم عايزين يقولوا احنا موجودين، والحركة دي احنا هناخدها ونعمل بيها اسرائيل، احنا اللي موجودين مش مصر. مصر عاملة اتفاقية مع اسرائيل وقالت ان سيناء خالية من السلاح، لا احنا بقى هنسلح سيناء وهنحارب اسرائيل من سيناء. جايز دي تكون رسالة موجهة منهم، لكن بان هم لسه في التكوين، ما هماش دولة وبيعملوا في الظلام، خانهم التوفيق في النتيجة اللي ممكن يوصلوا لها. ده كان الرأي الأجلى والأوضح، لكن التعامل الآن على أرض الواقع، هل التعاون بين مصر وإسرائيل الآن على أشده، بحيث أن في قوات كتيرة عبرت القناة، قوات صاعقة، وصرحوا للطيران حتى بالتجوال، وابتدوا يهجموا على كل المراكز اللي موجودة من الجماعات المتأسلمة أو اللي واخدة ستار الدين حول أنها تعمل عمليات إرهابية في سيناء؟ الآن بات واضحاً ان اعلى مستوى سياسي في مصر بيتعامل مع اسرائيل، لان في عبور قوات مسلحه هو خرق للمعاهده اللي حصلت في 77، لكن هل هو في اتفاق
لخرق هذه المعادله لفتره محدوده لتطهير سيناء والرجوع مره اخرى، بنستشف ان الامر هكذا. فهل الاتفاقيات دي في رساله موجهه معينه من العسكريين باتفاقهم مع الاسرائيليين لجماعات الاسلام السياسي وللشعب المصري عموما؟ والرساله دي نقراها ازاي ونرد عليها ازاي يا استاذ منير؟ الاتصالات ما بين الاخوان بصفه عامه والحكومه المصريه حاليا على راسها محمد مرسي اللي هو اخوانجي، الاتصالات دي مستمره مع اسرائيل ومع امريكا من زمن طويل، مش بس من حكم مبارك، لكن دي من ايام حكم بوش. فالحكايه ان هم بيعادوا امريكا ويعتبروها الامبرياليه الامريكيه واسرائيل اللي بيسموها الصهيونيه العالميه، كل الكلام ده مجرد كلام هتافات والاستهلاك المحلي، لكن في علاقات موجوده ومستمره وبعضها معلن وبعضها نستطيع ان نستشف انه بيحصل تدريجيا. وانا اعتقادي ويمكن كتبت مقاله في الموضوع ده ان في مخطط قديم وبديله احتمال ان هو هيظهر او بيظهر على الساحه حاليا، ان يكون في انضمام لسيناء مع غزه لتكوين دويله فلسطينيه تكون مرتبطه بمصر لوجود حل نهائي للقضيه الفلسطينيه. هذا مجرد يعني تخمين، انا يعني انا شايف ان البوادر بتنبئ ان المشروع ده اللي هو كان ظهر من سنوات ابتدى يظهر الان، وفي احتمال ان هو يتنفذ، وده يعني في رايي ان هو يرضي جميع الاطراف، الا طبعا ان هيكون الحساب اللي هيدفع هيكون على حساب مصر، لكن من ناحيه الاخوان هيرضيهم، من ناحيه حماس هيرضيهم، اسرائيل، امريكا، كل شيء هيتحل بهذه الطريقه. واسرائيل وامريكا تتناول الموضوع مع اي حد بيمثل سواء المصريين سواء كانوا اخوان او مدنيين، او هي ليها مصلحتها تمشي مع ايا كان هذا الاختيار اللي واضح انه اختيار خطأ خالص من الشعب المصري. اسرائيل ستتعامل مع اي حد وامريكا بنفس التوقيت، ودي سياسة ما فيش اعتبارات فيها لا صداقة ولا غيره، هي مصالح من الاول ومن الاخر. شوف حضرتك، امريكا طبعا زي اي دولة في الدنيا بتدور على مصلحتها ومصلحة شعبها، دي نمرة واحد. لكن برضو ما ننساش ان امريكا ليها مبادئ عامة برضو بتحرص عليها، يعني الناس اللي بيصوروا امريكا على انها شيطان كبير ما بتدورش الا على مصلحتها، برضو بياخدوا نص الحقيقة ويسيبوا النص الثاني. لا، هي امريكا بتدور على مصلحتها وهذا حقها، لكن من ناحية تانية امريكا برضو بتدافع عن حقوق الاقليات، وفي اي حلول بتشترط حمايه الاقليات وبالذات الاقليه القبطيه، وبتشترط كمان حمايه المراه وكل المثل والقيم اللي قايمه عليها امريكا. وحقوق الانسان. نعم، وحقوق الانسان كمان، وحقوق الانسان، كل الحاجات دي بتراعيها امريكا. فانا لا اميل ان انا اعتبر امريكا يا اما شيطان رجيم او ملاك من السماء، لا، هي لا دي ولا دي، هي زي اي دوله في العالم بتدور على مصلحتها، لكن من الناحيه الثانيه ما نقدرش نقول على انها دوله شريره بتدور على مصلحتها على حساب الاخرين. هي لازم تفتح باب الاتصال اولا ايا كان الثمن، وفي الاخر خالص هتفرض واقع وهو حقوق الانسان واقع كمنظمات عالميه موجوده في امريكا، ولا مفر منه يعني. يا حقوق المراه وحقوق الطفل وكل الحقوق دي هي يعني مرتبطة بيها، وده جزء من تاريخها لا تستطيع أبدا أنها تتنكر له. شكرا جزيلا الأستاذ منير بشاي رئيس جمعية أقباط كاليفورنيا على المداخلة العظيمة لقناة الكوبت سات. أعزائنا المشاهدين، احنا خرجنا على الانتهاء من البرنامج إلى أن الرسالة واضحة ومقروءة الآن إلى حد ما من خلال اللقاءات والحوارات اللي احنا
عملناها النهارده من الاستاذ نادر شكري ومن الاستاذ رامي كامل ومن الاستاذ منير بشاي، اثنين من مصر عايشين في وسط الاحداث. استاذ منير بشاي متابع الاحداث جيد، وطبعا رئيس جمعيه الاقباط في كاليفورنيا، وصحفي معروف وكاتب في من اكبر الجرايد العربيه في كاليفورنيا. والحقيقه كان ارائهم كلها الى حد ما بتصب في قالب واحد، وهو ان في اتفاق غير معلن بين القيادات في مصر واللي بيحاولوا انهم يخبوا في حاجات. هل الموضوع ده هيستمر؟ ده اللي هيحدده الشعب المصري في الايام القادمه 24 و25. مش عارف اذا كان في وقت نتصل بالاستاذ سامي دياب، اذا كان في وقت دقيقتين ثلاثه، لان احنا وعدناه بالاتصال. مفيش وقت، لكن نوعدكم المرات القادمة إن شاء الله إن احنا نجيب محللين سياسيين من مختلف المواقع علشان نشوف الرسالة الموجهة إلى الشعب المصري إيه، والشعب المصري بيرد عليها ويستوعبها إزاي، وفي نفس الوقت هل بيقبلها أو بيرفضها. ده هدف برنامجنا حوار ورسالة. أعزائي المشاهدين، بنشكر متابعتكم لنا. في المرات القادمة بنريد أن أنتم تكونوا مشاركين معنا بالآراء والأسئلة والأطروحات، لأن احنا نفسنا بنستفيد منكم، وأنتم خير معلم. المشاهد هو خير معلم وليس الإعلامي. أعزائي المشاهدين، بنشكركم لمتابعتكم لبرنامج حوار ورسالة، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. لكم من القناة القبطية الفضائية القبطية أجمل أمنيات بالسعادة. We'll be right back.